شبتها صغيرة. تعالي هنا أجمك؟ ايه وتقدر تطلع السمكه من يم جهه الراس من راس السمكه من راس اصيلها يعني؟ اي بالضبط خلي السمكه من يم راسها. المرحله الاولى هي مرحله صيد السمك وانا طبعا الحطب تدري الاغنيه جت ببالي هسه مال يا صياد السمك صيد لي من راسها مو طلع اي بالضبط بس ركز يا راح تصيدها بسرعه هي المخرج لازم يخليها صياد السمك استيلك يا بطل هنا بالصندوق مكان بالصندوق مكان طلع بعد اثنين ثلاثة وياها تمام طلع يلا ما فلتت اكيد اذا تجي للسمكه من يم جهه الراس بعد هي السمكه ما تقدر ترجع عليك تطلع لي قدام ما عندي اري يعني بالقير ان كنت هنكت هي تذوبها؟ ما على يدي اخذتها مش هيك هي يلا صار اثنين؟ بعد طلع هي يلا يلا تمام نفس القلبة يا عيني عليك خلي شبشتك هنا رجعها مكانها؟ رجعها مكانها زين اول شيء لازم تعرف السمكه شلون تنكمش السمكه اذا تريد تكمشها اول شيء تخلي ايدك على عيونها هنا اصابعك ها سكلت هسه هي هاي علمونا عليها اسطواتنا زين انا هسه اعلم عمالي هالشكل السمكه هم تبقى ثابته تمام تحرك ما تتحرك تمام هسه نجي على السمكه زين مثل بغداد احنا لازم نذبحها ذبحت السمكه تعال لازم هاي تخش لنا لا 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 تصير هيك مثلي باتجاهي هاي هنا باع على ايدي باع على ايدي او هنا طيني ايدك اخرى هالشكل او هالشكل تعال اسوي هيك هاي؟ اي سوي انت تسوي زين يلا بايدك اليسرى تكمشها وبايد اليمنى تكمش السكين هسه هاي اليسرى اليسرى زبي هاي من هنا هاي ثبتت التعليه زين تعال هنا نوقف زين وقف تمام هاي بس عمود انواف تمام تمام هاي السكينه زين لازم تخليها هنا السكينه هنا؟ اي فوتها هنا؟ اي حلو هيك قوي تمام بسم الله بسم الله فوتها تمام مرة شوف لا تاب للسنشة يلا يلا المهم يلا عاشت ايدك هسه القلب مال السكه صار جوا السكينه اوف انت هسه شطرت القلب مالتها شو سويت هسه؟ تمام لا هاي هي انتهى الموضوع؟ انتهى الموضوع جر السكينه؟ جر السكينه هاي تعتبر السمكه الاولى والسمكه الثانيه يعني قاتل قاتل شلون علمتك اني جر السمكه اللازمه مالتها؟ خاف تفلس خلي ايدك على عيونها تسكن السمكه بعد ما تتحرك ها شو؟ تمام 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 واكو هم لزمه بهالشكل هذا هاي حلقه فوت ايدي هاي هي شوف انا يعني من زمان اختصاصي ذبح يعني معروف ربنا عن جنان يذبح انت مو مازن الحوت؟ ايه انا عبد الله ذبح يا عيني عليك تقدر هم تخلي اصبعك هنا داخله شغل ذبح انا يلا 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 تمام تمام يلا اي هاي عشت ايدك وهاي من ذبحات هسه السمكه الثالثه عليك لازم ما بيها مزال يعني ترى ما راح تاخذ يوميتك ها شلون بس قل لي براحتك انت بعد بقت بكيفك شلون تشيلها شيلها يلا شيلها انت شيلها انت والله طب اصبعك بحلقه يلا حلقه انت ترى هي سمكه يعني مو وحش تمام 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 عايش كذا والله ما ادري لازم بالقرار بس من فن فن يعني هيك تزحلق بياض فن خلي ايدك على راسك هيك تشرب هيك بالضبط يلا اذبحها خليها هنا لا لا يلا ترى والله مو حكي مو سوي ذبحت شلون كوزت اذبحها تزحلق ترى لا تخاف من عندها اذبح بسم الله يلا عافية عاش ليالي هسه
المرحلة طبعا الجاية. السمكة هاي مكانها هالشكل، خليها على الميزان نقرأ وزنها كيلو 750 غرام. تمام، كيلو وين لها شوي بالضبط. تازم توزنهم كلهم واحدة واحدة، وزن ورجع. زين مو ذبحنا شو بعدها عايشة شو الموضوع؟ اي هو يتأخر شوية يعني. زين هم ممكن تتحرك؟ اي طبعا، يبقى هذا الكارب قوي. هذا نوع السمك ولا كان نوع كارب قوي؟ هاي اسمه هذا النوع كارب، يعني هو بس هذا اللي ينسقف له شنو؟ كل الاسماك تنسقف بس هذا بالمركز الاول يبقى عدل قدامك. هذا سبب نجاحه انه هو عنده قوة تحمل، فما يخرب ما يموت ما يصير حتى بدون اكل يقعد بالحوض يوم يومين ثلاثة ما في مشكلة. حلو بالضبط. شوف السمكة بين هالعين وبين هالعين اكو هنا عظم، شوف فوق العظم فوق العظم الجرخط، الجرخط فوق العظم فوق شفت وراها ترتاح السكينة هالشكل براحتها تتحسس العظام مال السمكة صارت لي جوا زين. تعدل مكانها من هنا بسيط التعديل، وهاي السكين اللي هو راح يشطر الرأس شطرين بس الشفة هاي دير بالك عليها ما أقصها؟ ما تنقص على مود لا تنزل بالمسقف. هالشكل صارت هاي سمكتنا، نطلعها هاي هسه هي جاهزة للغسل، وأكو فيها فالشغلة للمسقف زين العين. شوف شوف السمكه مالتك موازات العين بالضبط. هاي الصدفات ذي توخر لها هالشكل ليش؟ على مود تسوي خط عدل، على مود تسوي خط وراها. شوف هذا احنا نسميه الجيب، جيب ثاني اربع اصابع يبعد يقعد هالشكل بالضبط على المزقاف. هي توقف هيك المزقاف تمام بالمزقاف بالشكل. تعال جربها باصابعك توقف هيك هي بعد شوي على عدلها على الكاميرا توقف اي فرها 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 بالضبط هالشكل تصير هيك توقف تمام صارت. زين